السلام عليكم، معكم زكريا مسكابي. انا اللي لعب الدور ديال لوكا، لوكا لو ديلور دو دروغ، اللي يعني اللي تبيع للدراري لا دروغ، المخدرات الصلبه. يتبعان فلوس ما او الحمد لله كي مزيانه، فلوس باينان الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اش غنقول لك، نتمنى الفيلم يلقى نجاح والناس يعني واش خاصه الشباب ياخذوا منه عبره، لان الطريق هذه ما تتادي لوالو، تتادي للهلاك، تتادي للهويه، يعني تتخسر لونتوراج ديالك، تقدر تخسر حياتك، تقدر تخسر عائلتك ككل. اولا الدور ما ساهلش، يعني ماشي دور اب ولا ام، دور ديال تبيع لا دروغ ما ساهلش. كيفاش تعاملتي معه؟ شنو نقول لك، تعاملت معاه يعني بحكم يعني التجربه ديالي في هذه الادوار، شويه ديال الشر اونت بارونتيز، يعني دائما لا بلو بار ديال الادوار، واحد 90% ديال الشر، و يعني تنستلهموا من الناس، يعني من تنتفرجوا شويه، راك عارف بالافلام الامريكيه، افلام تنشوفوا لي ديلور دو دروغ كيفاش يتعاملوا، كيفاش يتصرفوا، كيفاش يدويو، حاولت ناخذ شويه ونطبقوا في الفيلم. انت كيدير بلا 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 تمثيل، واش شرير بصح؟ اش بان لكم نتوما؟ دابا قول لي اش بان لكم نتوما؟ قال لي من خلال الهضره شرير. شرير واش غنقول لك، بهذيك النيه تلقى الله. وانت ممثل يعني تقدر تمثل لينا دابا؟ شوف لا حاشا زكريا، دابا هي شنو نقول لك، البنيه الجسمانيه ديالي تتوحي عليا بانني قبيح وسميتو عبد من عباد الله، عادي بحال كاع الناس، تتكون قبيح في الوقيته اللي خصك تكون فيها قبيح، وتكون ظريف في الوقيته اللي تكون فيها ظريف. شنو هما الطرائف اللي وقعوا لك في الفيلم؟ اش غنقول لك، بزاف ديال الطرائف، منهم واحد الطيحه كنت غنطيح في واحد البورسويت، كانوا غادي يتبعوني البوليس وغنبغي نهرب لهم وغنبغي ننقذ واحد الصور، ايوا خوك توصل الرجل ويا تزلق، جاب الله شويه شدينا. علاش ما كتجيبوش شي كاسكادور اللي سي من بعد جبنا واحد الدري هو اللي دار هذيك القصه. قدرتيش عليها؟ ما نكذبش عليك، ما قدرتش عليها لانها صعيبه، واحد يعني واحد الصور شويه عالي باش غدير واحد دو با باش من الارض تكون تم، صعيبه. لقيتو الكاستر شي بنيه جسديه؟ لا، فوتوكوبي. منين جبتو؟ واحد الدري عبد الله مشطرجي مشات ليا سميتو، واحد الدري ولد فقيه بن صالح، تيدير رياضه الباركور، وتبارك الله ما نكذبش عليك رياضي بمعنى الكلمه. نقدروش نشوفوك مثلا شي ادوار اخرى من غير الشر، من غير هاد الشيء اللي قلت؟ سي لعبت ادوار اخرى، ادوار ديال يعني دري ولد عائله، درياف دري ديال كاع في واحد لا سيغي ديال الاستاذ كيليميني. لعبتيها؟ لا كيليميني، لا كيليميني، لا غير دريف، يعني ولد الشعب عادي دريف، ولعبت دور اخر انسان محقور، تخيل دابا هاد الهيئه تجبد لك، ولكن جابوا لي واحد الهكر عليا نيت. واش حتى هاد الحيره تجيك فيلم ديني مثلا شي؟ شوف انا ممثل، اي دور جاني اللي غادي يكون فيه واحد الهدف ولا واحد الرساله، مرحبا والف مرحبا باللحيه ولا باللحيه. خليهم الادوار، نهضروا دابا على السينما المغربيه، كيف واقع السينما المغربيه؟ السينما المغربيه نقول لك الحمد لله مؤخرا غاديه في الزهار، نتمناها تبقى غاديه في الطريق اللي غاديه فيها، وان شاء الله يكون الخير من هنا لقدام. وجد لنا شي اعمال بوغ لانستون هاد الساعة ما كاين والو، كاين واحد العمل غادي يخرج ان شاء الله على الاولى في القناة الاولى ديال واحد لا سيغي، حتى هو مثل دور مختلف شوية على هادي، مثل راقي. ديال راقي هاد مثل راقي، يعني واحد الدور اللي زوين شوية، نتمنى يلقى حتى هو اعجاب، ومي بوغ لانستون هاد الساعة باقي ما كاين حتى شي مشروع، باقي ما كاين حتى شي حاجة، مي نتمناو خير منه. الدور ما خايفش من روقاتي؟ نو لاعب راقي، تاخذو لاعب راقي، يعني راقي ديال بصح، ماشي راقي لي شغلاطون. كيفاش كيجيك الراقي ابار التمثيل؟ شوف هذاك ميدان عنده الناس ديالو تيعرفوا ليه، ما نقدرش. انت مثلتيه راه غادي تكون خديتي فيه. مثلت راقي اللي تعرف بينه وبين الله، ماشي هذوك الروقات الاخرين اللي شغل. مثلتي راقي، ما مشيتيش عند شي راقي شفتي كيفاش كيتعامل؟ نو غير هكاك. هكاك، وعيت ما مثلناش فيه شي، يعني شي لقطات اللي نقول زعما تات، غير انا واقف قدام واحد راقي اللي هو شغلاطو، انا غنوقف ليه زعما باش حيت هو شغلاطو، انا غنكون نتمناو الروقات ما ينوضوش ليك. لا ودي على شوف، تندوي على الروقات ديال بصح اللي يعني اللي متمكن من ذاك الميدان، الله يسهل عليه. تبارك الله عليك، شنو ممكن تقول؟ اش غنقول لكم، غندوي لهم على الفيلم، تفرجوا في هذا الفيلم، وان شاء الله نتمنى الرساله ديال الفيلم توصل خاصه للشباب، الشباب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.